صباح الخير، أهلا بكم. العنوان الرئيسي في صحف بيروت: قرار مجلس الوزراء بعدم تغطية زيارات وزراء إلى دمشق وسط دعوة من الرئيس الحريري خلال ترأسه جلسة الأمس إلى الابتعاد عن سياسة المحاور. هذا العنوان إضافة لتطورات جرود رأس بعلبك والقاع وموضوع سلسلة الرتب ورواتب والانتخابات الفرعية، مواضيع أناقشها مع ضيفي رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأستاذ جورج سولاش. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا بك. خليكم. بالموضوع الأبرز سنبدأ، وتحديدا من كاريكاتير اللواء حول موضوع النقي بالنفس. صور المواطن اللبناني التقليدي عم بيقول صار النقي بالنفس عادي والانسجام الوزاري شحادة. هل فينا نقول امبارح الجلسة مرت أو تجاوزت قطوع؟ تجاوزت قطوع مش لهالدرجة، بس انه تما نكون قاسين شوي ونقول انه البعض عم بيحط راسه مثل النعامة بالرمل. المعركة اليوم بعد معركة جرود عرسال عم نشوف نحن انه في معركة جديدة عم بيخوضها حزب الله ويمكن معه حركة أمل، هي ما يسمى بمعركة تطبيع العلاقات مع سوريا، مع النظام السوري. هذه مرحلة جديدة هلا بلشنا نشوفها ورح تستمر أكثر وأكثر. بالواقع وين النائب النفس؟ في ناس عم تنقى بنفسها وفي ناس عم بتحط كل تقلة بالنزاع السوري وبالنزاع الدائر بمنطقة الشرق الأوسط. خليني أوقف عند كلمة تطبيع. بماذا يفيد هذا الفريق تطبيع العلاقات مع سوريا بهذا الشكل؟ وهل بتوافق الوزراء القريبين من ووزراء 14 أدار أنه التطبيع يعطي النظام السوري؟ عفواً، وزراء مين؟ وزراء اللي باصطفاف مختلف لوزراء حزب الله وأمل. الله يرحمه. لا، بس بعدهم بنفس الاصطفاف. ما في اصطفاف، ما في 14 أدار. طيب خليني أقول لك أول شيء، شو بفيد وزراء حزب الله وأمل تطبيع مع النظام السوري؟ وهل بتوافق أنه هالتطبيع بيعطي شرعية للنظام؟ يعني هل شرعية النظام السوري متوقفة على هذا التطبيع؟ هو موضوع يعني حزب الله ووزراء حزب الله فيما يتعلق بالعلاقة مع سوريا، هو موضوع توقيت المهم بالموضوع، لأنه اليوم كل العالم تعرف أنه في هناك آلاف المقاتلين من حزب الله موجودين داخل الأراضي السورية مع كامل أسلحتهم وأعتدادهم، وعم بي يعني مش ناطرين إذن من حدا. نعم. وكذلك الأمر يعني أقل الإيمان أنه وزراء حزب الله يكونوا موجودين منسجمين، يكونوا معنا عم بيروحوا ويجوا على سوريا. يعني هذا شيء طبيعي جدا بالنسبة لحزب الله. بس ما هو جديد، الله. ليش إثارته اليوم تحديدا؟ اليوم العنصر الجديد هو الرئيس نبيه بري. ليش اليوم الرئيس نبيه بري صار عم يدفع في اتجاه يعني استعادة العلاقات الرسمية مع النظام السوري؟ ليش الرئيس نبيه بري اليوم بهذا التوقيت بالذات عم بيجرب انه يفتح صفحة جديدة؟ اليوم شفنا الوزير علي حسن خليل انه دفع باتجاه استجرار الكهرباء من سوريا. شفنا امبارح عم بيصير في يعني مطالبة انه ضرورة تطبيع، يعني حكي الرئيس بري كلام بإيران ضرورة، وهذا شيء طبيعي تطبيع العلاقات مع النظام السوري. امبارح مجلس وزراء الوزير علي حسن خليل كذلك الامر انه هذا شيء طبيعي انه يطلع الوزراء على سوريا. موضوع هل الرئيس نبيه بري يقرا اليوم انه في تحولات اصبحت شبه ناضجه بالمنطقه، التغيرات يلي صارت، هل الرئيس بري، واكيد الرئيس بري يعني مطلع على التفاهميات اللي عم بتصير بسوريا، على المرحلة المقبلة بسوريا، قرب نضوج الحل السياسي بسوريا، ولذلك هو اليوم عم بي يعني يجدد تقديم أوراق الاعتماد بالعلاقة مع النظام السوري؟ طيب ليش السؤال ما بيكون ألا يكمل بهالطريقة الرئيس بري سياسيا ما بدأه حزب الله عسكريا، وهو ما يثبت مقولة توزيع الأدوار من الأساس بين الثنائي الشيعي؟ يعني هل بالضرورة يكون نتيجة قراءات له أم دور عم بيأدي؟ يعني الرئيس بري ما بيأدي دور، الرئيس بري هو
طبعا مطلع وعنده اتصالاته وعنده تقارير اللي بتجي وعنده يعني معلومات الكافية اللي بتخليه يبني قراره الجديد. نعم. أكيد الرئيس بري اليوم شايف شيء غيره منه شايفه، شايف أنه مرحلة ما بعد إذا بدك معركة الجرود هاي، معركة ما بعد يعني تقريبا المعطيات أنه الحرب بسوريا شارفت على إيجاد حل سياسي لها. عم ينحكى اليوم انه خلال تقريبا قبل اخر شهر 10 قبل اخر تشرين الاول رح يكون الحل السياسي صار جاهز بالنسبه لسوريا. فلذلك يعني الرئيس بري اللي كان على مسافه من النظام السوري كل الفتره الماضيه اليوم عم بيرجع هو اذا بدك يتودد ويجدد هذه العلاقه. هيدا انا قراءتي لموضوع الرئيس بري، وهو المهم بموضوع إذا بدك بهاي المعركة الجديدة اللي فتحها حزب الله إذا بدنا نقول في موضوع تطبيع العلاقة مع سوريا. اليوم بجريدة الجمهورية اعتبرته بالافتتاحية أو نقلتم عن مصدر وزاري قوله أنه الحكومة وصلت اليوم إلى وضع لا تحسد عليه بعدما داست على لغم العلاقة مع سوريا فأصيبت بالصميم. ليش كان هذا التوصيف منكم بالجمهورية مع العلم أنه الموضوع ليس بجديد ومنه أول موضوع خلافي يعني بيصير في اشتباك حوله؟ هي في متفقين القيادات اليوم أنه هيدي أسوأ حكومة شهد لبنان بتاريخه. يعني كانوا عم بيجربوا يعملوا الأزمة يعني. كانوا جابوا هذه الحكومة على أساس أنه هيدي أفضل الممكن، طلعت هي أسوأ الممكن. حتى أنه أحد المراجع الرئاسية بيقول بالحرف الواحد أنه هذه الحكومة إذا قلنا عنا أنه هذه حكومة مكرسحة منكون منكون ما عملوا فيها حقها. يعني هي أكثر من أنه مكرسحة، وإذا قلنا أنه هذه الحكومة إذا قلنا أنه هذه الحكومة متماسكة فهي متماسكة مثل عنقود العنب. طيب بس هل العهد احد المراجع الرئاسية لهذه الحكومة؟ طيب العهد بيتحمل أنه أول حكومة بوجوده تكون بهذا الشكل؟ يعني كان الرئيس عون اعتبر انه مش هيدي الحكومه هي حكومه العهد الاولى، بس بما انه ارجئت الانتخابات يعني باتت بحكم الواقع هي حكومه العهد الاولى. التركيبه اللي عم بتكون هي ما في عهد بيقدر هو يعني يفرض يلي هو بده اياه، هي نوع من الائتلاف، مجموعه من القوى السياسيه يلي بتجي هي يعني تشكل هذه السلطة. ولكن مرة كان العهد فيه اللي عم نشوفه نحن أولا اختيار إذا بدك بعض الوزراء كان اختيار من الصفوف يعني درجة الثالثة والرابعة، يعني اختيار غير موفق كان لعدد كبير من الوزراء. ثانيا شفنا نحن أنه ما في شيء بيجمعها هذه الحكومة إلا المحاصصة وإلا توزيع المغانم على بعض. يعني كل الشعارات اللي كنا عم نشوفها بالفترات السابقة، العمل الدستوري، التصحيح، بدنا نطور، بدنا، كلنا عم نشوف انه هذا كان كلام في كلام. يلي عم نشوفه على أرض الواقع هو طعن بالدستور، وهو يعني وقاحة في هدر المال العام وفي وضع اليد على المال العام. نعم. بالوقت يلي في تحذيرات من البنك الدولي ومن وكالة تصنيف دولية، تحذيرات لأول مرة تصل إلى هذه الدرجة من الخطورة بموضوع الوضع المالي والاقتصادي. رح نرجع للوضع المالي بس تنطرق على سلسلة الرتب والرواتب يلي كمان اليوم بالافتتاحية خصصتوا لها جزء مهم. بس بدي أرجع لتوقيت طرح التطبيع مع سوريا من قبل وزراء حزب الله وأمل. بتقول اللواء اليوم ليست بريئة على الإطلاق، محاولات إثارة المسائل الخلافية داخل اجتماعات مجلس الوزراء. أما علي حميدي بجريدة النهار فيعتبر أن السجال حول هذا الموضوع مفتعل من الطرفين المتقابلين في آن معا. يعني مثل ما وزراء أمل وحزب الله افتعلوا هذا الموضوع، برأي الأستاذ علي حميدي أنه الوزراء الآخرون أيضا افتعلوا، بتوافق؟ لكن خلينا نشوف المشهد. نحن شفنا المشهد انه كلام قيل خارج مجلس الوزراء هو غير الكلام اللي قيل داخل مجلس الوزراء. خارج مجلس الوزراء شفنا الوزير، وزير الصناعه الحاج
حسان قال نحن طالعين على سوريا كوزراء، كوزير اقتصاد طلع على سوريا وبدعوة رسمية وبزيارة رسمية، أنا كوزير ومش بصفة شخصية طالع. بس مش أول مرة. شفنا جوا الوزير فناش بمجلس وزراء كان عم بيجرب يكون ودود وعم بيقول إنه خلينا ندور الزوايا وإنه خلينا في قوانين تطبع، هي يعني القوانين، هذه القوانين هي تطبع العلاقة بين لبنان وسوريا، خلينا نحن نحترم هذه القوانين ونحن على كل حال بدنا ندور الزوايا وما بدنا نكبر. ولكن أمام الرأي العام تبين إنه الوزراء طالعين على سوريا وما سألين على حدا، لا سألين على حكومة ولا سألين على أي جهة تانية. مش الوزير سجعان أز اللي كشف قبل فترة أنه في 7 وزراء بيروحوا بيجوا على سوريا بشكل روتيني و... يعني منا جديد المسألة، ليش عم تاخد هذا البعد؟ بس اللي عم تاخد هلأ اليوم عم بينقلوا هني الزيارات اللي كانت عم بتصير اليوم إلى مستوى أعلى، إلى المستوى إذا بدك الرسمي، لما بيعطوها الطابع العلني وطابع الرسمي عم بينقلوها إلى مرحلة أخرى، بما يحرج إذا بدك، بما يحرج رئيس الحكومة من جهة ويحرج قوى سياسية مثل القوات اللبنانية يلي هي موجودة بهذه الحكومة. هلأ لوين بتودي هذه القصة، لوين بتودي؟ أكيد أنه الرئيس الحريري كان مع تدوير الزاوية وكان مع تخفيف الأمر، ومع أنه يعني شو بيفيد شطب هذا الموقف من المحضر ما له أي تأثير، يعني هذا كأنه طالعين ومش فرقاني معهم لا حكومي ولا مجلس وزراء. الرئيس الحريري بحسب جريدة المستقبل كان يعني من الحكومة اللبنانية في محاولة أو موقف حازم أجهض محاولات وزراء حزب الله ووضع بمهب الحراك الوزاري الشخصي بلا أي غطاء أو تكليف حكومي. اعتبرت أنه هالأمر يحرج الرئيس الحريري، ولكن الرئيس الحريري ليس وحده بالمواقف السياسية، هو بتنسيق تام وكامل مع الرئيس ميشيل عون. هل بتشوف كمان أنه بالتالي إحراج يلي بخطابه الرئاسي وبالبيان الوزاري يلي صدر كان في حديث حقيقي عن النائب النفس، عن تحييد لبنان؟ يعني النائب النفس هو شعار مش أكثر من شعار. وين النائب النفس وقت اللي أنت عندك، وقت اللي عندك أنت آلاف المقاتلين من حزب الله عم بيقاتلوا بسوريا وهن موجودين داخل الحكومة اللبنانية؟ وين النائب النفس وقت اللي بيطلع اليوم أمين عام حزب الله على التلفزيونات وبيطلق صواريخ عابرة للدول باتجاه دول الخليج ولا غيره؟ وين نائب النفس؟ انه ما بيكفي واحد يطلق شعارات نائب النفس، وعم نشوف نحن محل ما واحد قادر يتدخل عم يتدخل. ما معلوم بعدين اليوم مين قال انه العهد، مين قال انه العهد هو ضد الانفتاح على العلاقات مع سوريا؟ وزراء التيار بالعكس يعني كانوا انه ما في مشكله، في هون تمييز بين وزراء التيار ورئيس العهد، ما بتميز بين الاثنين؟ اكيد لا، ما الرئيس هو للجميع، ما هيك؟ الرئيس للجميع، واقل شيء انه الوزراء له. طيب عماد مرمل اليوم بالديار ويعني باكثر من محل، مصادر قريبه من حزب الله بتقول ماذا لو علت اصوات من فريق 8 اذار لاحقا تعترض على زيارات للسعودية أو للولايات المتحدة الأمريكية ربطا بخصومة هذا الفريق مع هاتين الدولتين؟ تشبيه مش محله. مين بيفتح هذا يعني الباب؟ أول مين بيسكر الباب إذا انفتح؟ أول شيء الأستاذ عماد مرمل هو زميل وصديق يعني، بس قريب من حزب الله. هو مش قريب من حزب الله، هو كتير قريب من حزب الله. نعم. بس التوصيف مش بمحله، مش بتشبيه يعني. لأنه وقت بتقولي السعودية بدك تقولي إيران، عم نشوف نحن انه الرئيس بري كان بايران، ما حدا قال ليش رحت على ايران، يعني مش هون المشكله. بس الولايات المتحده، موضوع السوري يختلف تماما. موضوع السوري في مشكله حقيقيه، في حرب حقيقيه داخل سوريا، في مشكله حقيقيه بين النظام وبين مجموعات كبيره من الشعب. صحيح انه نجح النظام وحلفاء النظام بانه يحولوا الانظار العالميه من انه ناس عم تنتفض كانت ضد هذا النظام الى انه النظام عم بيعمل خدمه عالميه بمكافحه الارهاب وضرب الارهابيين وهيك، نجح. هو دور لطالما لعبه، هو دور هذا النظام دائما بيولع النار وبيتبرع. هلا نجحوا هو والفريق اللي داعمه، نجحوا انه يبيعوا العالم كله
انه نحن عم نكافح الارهاب. اوكي، فالتوصيف مش كثير بمحل. اذا التوصيف لا يجوز بالنسبه للسعوديه، ماذا عن زياره الولايات المتحده؟ وهون كمان يعني بالمواقف، بانه بقول عماد مرمال انه كيف يصح ان يزور الرئيس الحريري واشنطن بخضم حمله على حزب الله، حمله امريكيه، وسمع من دونالد ترامب كلام قاسي بحق الحزب، فاستوعب السيد نصر الله ما جرى. كمان هون انا ما بوقف كمان لا يصح. لا، ما بيصح هذا الكلام. اولا الرئيس الحريري هو رئيس حكومه منه وزير، يعني ما فينا نحن نعمل نحط توازن يعني بين وزير وبين رئيس حكومه. نعم. رئيس حكومه هو رئيس مجلس الوزراء، واي زياره بدها تقوم فيها وبده يقوم فيها وزير بده قرار مجلس وزراء. نعم. يعني بس رئيس الحكومه ما بده اذن من الوزراء لا هو يسافر. هي اولا من حيث الشكل عم نحكي ومن حيث المبدا. هلا ثانيا وقت اللي راح على امريكا طبعا كان في تنسيق مع كل القوى السياسيه، تنسيق مع رئيس الجمهوريه، تنسيق مع الرئيس بري، تنسيق مع كل القوى السياسيه رايح لهونيك، كان واضح انه ليش رايح. احد الاهداف الاساسيه للزياره كان، كلنا بنعرف نحن انه الكونغرس الامريكي هو في مرحله تحضير لقرار توسيع العقوبات على حزب الله، العقوبات الماليه على حزب الله، وهذا الامر يلي بيهدد انه يطال شرائح اوسع من شرائح حزب الله، حلفاء لحزب الله، ممكن يكونوا قوى سياسيه لبنانيه، ممكن يهدد القطاع المصرفي اللبناني. اذا الرئيس الحريري رايح لهونيك للحد من اضرار وتداعيات مثل هذا القرار على الوضع اللبناني ككل، انه هيدي هذا موضوع من اجل مصلحه عامه للبنان، مش لانه رايح هو يفتح علاقه يعني ضد فريق لبناني اخر. بعد الفاصل رح نتابع الحديث بهالموضوع بميدانيات جرود راس بعلبك والقاع وببقية المواضيع. لحظات ونعود. نعود لمتابعة هذه الحلقة مع الأستاذ جورج سولاج رئيس تحرير جريدة الجمهورية بموضوع الاستعدادات لمعركة جرود راس بعلبك. نعم. والقاع بداية هالقصم. علي حسيني بجريدة المستقبل بيقول لا عوائق سياسية ولا عسكرية ولا حتى لوجستية أمام المعركة المرتقبة، كل المتطلبات والتجهيزات أصبحت بحكم المنجزة. أي متى ساعة الصفر بتقديرك لهذه المعركة؟ عسكريا هني بسموها ساعة سين. ساعة سين؟ ساعة سين يعني ساعة الصفر باللغة العسكرية. نعم. أنا بعتقد أنه في إساءة كتير كبير كتير كبيرة عم تنعمل بحق الجيش اللبناني من خلال الحديث عن هذا الشيء اللي عم بصير. هذا كرنفال عم ينعمل. أول مرة بالتاريخ منشوف نحن على صفحات الجرايد عم تدار معارك وعم تنعطى أوامر اليوم وعم بنحط سيناريوهات وخطط عسكرية وحربية وتحديد ساعات صفر ووصف نقاط القوة والضعف. يعني كل واحد سامح لنفسه أنه هو يكون عامل دورة أركان عسكرية ويعتبر حاله أنه هو خبير عسكري يعني على المستوى الاستراتيجي. خلينا نبسط الامور. نحن انه هذا الموضوع في قانون واضح، يعني في قانون الدفاع يمنع اي وسيله اعلاميه او اي حدا انه يتطرق الى مواضيع عسكريه بتخص الجيش، لانه الجيش هو بيعرف، هو بيعمل حساباته وبيزين حساباته مزبوط، بيشوف اذا في له مصلحه يعمل هذه المعركه، وبيشوف امتى له مصلحه يعمل هذه المعركه، وبيشوف كيف بده يعمل هذه المعركه، ما يحطوه تحت ضغط من هنا وما يقعدوا يلعبوا بمعنويات الجيش يعني والعسكريين والى اخره. اليوم مجلس الدفاع الاعلى اجتمع واخذوا قرار بتفويض الجيش القيام بالمهمه اللي هو بيراها مناسبه بلاقيها مناسبه. نعم. عال امبارح مجلس الوزراء اكد الرئيس الحريري كمان على دعم الجيش على بالقيام هذا بهذه المهمه. طيب خلص بقى بعده عن الجيش، اتركوا الجيش يعرف شغله. عم تحطوه تحت ضغط، تحت بريشر كل يوم انه بلشت المعركه وبلشت وامتى المعركه وكيف المعركه والى اخره. يعني بلكي الجيش انه عنده حسابات اخرى شايف انه ما بده يعمل معركه. نعم.
سيقال انه الجيش ضعيف وكذا. وما ليش لا يبينوا ليش مين بده يفرجي الجيش انه هو مثلا ما عم بيقوم بواجباته مزبوط؟ ليش هالاحراج للجيش؟ انه من هنا السؤال، انه حزب الله يعني شو الصوره اللي عم تنعطى؟ انه حزب الله نجح بمعركه لجرود عرسال بخلال ايام بمواجهه النصره، والجيش خلي فرجينا هو شو قادر يعمل، او انه الجيش ما بيقدر اليوم، الجيش ما بيقدر يدافع عن لبنان، ما بيقدر هو يعني ما بيستحق هو شرف انه هو يكون الحامي السيادي وحامي الوطن، وهو ما بيقدر على مجموعه من الارهابيين، ولا عم بتكون زجوا جيش بمعركه تا يرجع بالاخر يصير فيها عدد شهداء. اليوم معركه، اذا بنحكي معركه جرود عرسال، نحن ليش توقفت بهذه السرعه؟ ليش ابو مالك التلي هذا المجرم الارهابي، ليش هذا الارهابي الكبير يلي روع اللبنانيين وقتل من قتل من شهداء الجيش وخطفوا عسكريين، طيب هذا بدل ما يجيبوه يعلقوا حبل المشنى او يسلموه للقضاء لحتى يتحاكم، ما هيك فتحوا له الطريق لحتى يمشي. طب ليش هيدي المفاوضات صارت؟ لانه وقت الحزب الله فات بالمعركه صار في عنده شهداء، صار في عنده ضحايا كثير، واغلب اللي استشهدوا بساحه المعركه استشهدوا برصاصه في الراس او رصاصه في الصدر، يعني كان في المسلح من جهه الارهابيين من جهه النصره كان عم بيقنصوهم لعسكريين حزب الله. اذا امام حجم اذا بدك الخسائر البشريه فضل انه يفوت بموضوع مفاوضه معهم ويفتحوا الطريق تا يخففوا من الشهداء. طيب من اليوم كمان من حق الجيش اللبناني، من حق الجيش اللبناني انه هو يكون يعني مش بس القرار العسكري اللي قالوه، كمان هو بده يشوف، بده يعمل حساباته، بدنا نشوف نحن طيب هودي الشهداء اليوم هل نحن مستعدين ندفع قديش، مستعدين احنا ندفع شهداء ولتحقيق ماذا؟ معركة نهر البارد اليوم يلي صارت كلها بنتذكر نحن، راح فيها أكثر من 200 شهيد للجيش اللبناني، وراح فيها أكثر من 2000 جريح للجيش اللبناني، وبالآخر نعمل صفقة سياسية على ظهر الجيش اللبناني وهربوا شاكر العبسي بمساحة جغرافية محدودة وغير تختلف عن معركة الجهود المفتوحة. أنا مش عم أقول أنه الجيش اللبناني منه قادر، الجيش اللبناني قادر على هيدي المعركة وعلى معارك أكبر منها بكتير، قادر الجيش اللبناني، بس ما حدا بقى يعتبر حاله أنه هو وصي على الجيش، وما حدا يعتبر حاله أنه هو بيفهم أكتر من الجيش، وما حدا يسمح لنفسه يكون مرشد للجيش يحلوا عنه للجيش، والجيش بيعرف كيف يكون حامي الوطن وحامي السيادة، ما هيك؟ وما في نهار تأخر الجيش أنه يقدم دم دفاعا عن لبنان وعن اللبنان. هون عدة أسئلة، أول شيء وصفت اللي عم بيصير بهالموضوع عبر وسائل الإعلام بشكل خاص بأنه كرنفال أو والسياسيين كمان. طيب هل هو عشوائي وعن غير قصد ونتيجة جهل يمكن، أم هو متعمد؟ أنا ما بقول جهل أو أنا متعمد لإظهار أنه الجيش مش قادر بلينا وسلحنا ما فينا نتخلى بالعكس عنه. بالعكس، في ناس عم من محبتها للجيش عم بتزايد، عم بتضخ معلومات يمكن او مش معلومات يمكن شائعات اذا بديك يعني فيها كثير من المعنويات وفيها كثير من التشجيع والى اخره، ولكن هيدي بعلم النفس وبالعلوم الاعلاميه اذا بكره لسبب من الاسباب ارتقى الجيش انه هو ياجل هيدي المعركه او ما يعمل هيدي المعركه، شو بنكون عملنا نحن؟ لو منحبه للجيش بس اظهرناه انه مش قد الحمل. مش قد هل يراد برايك اظهار الجيش انه لحاله ما بيقدر وانه بده رديف مثل الحشد الشعبي على طريقه الحشد الشعبي؟ ممكن يعني ايجاد شرعيه لسلاح حزب الله بهذه الطريقه بعد ما باتت مثل ما قلت التسويات قاب قوسين او ادنى في المنطقه؟ عم نقول انه اليوم صار في كثير يعني أنابل دخانية بهذا الموضوع. طيب ليش هالإحراج بموضوع مثلا موضوع التنسيق، إنه هل الجيش لازم ينسق مع الجيش السوري أم لا، وهل هي خيانة إنه ينسق مع الجيش السوري أم لا، وهل هو لازم ينسق مع حزب الله ولا لا؟ الجيش اللبناني مش ناطر حدا يقول له إذا بينسق ولا لا، الجيش اللبناني بيعرف هو شو لازم يعمل وعم يعمل، ما نسألين على حدا،
بتقولي لي عم بنسي، بقول لك ايه عم بنسي، اكيد عم بنسي، كيف ما بده ينسي؟ بس ما جاوبتني على بغض النظر عن عن الحشد الشعبي، انه تكرار تجربه الحشد الشعبي هنا في لبنان وشرعنه سلاح حزب الله بهالطريقه. يعني لحد هلا بعده مش مطروح هذا الموضوع. يمكن على وقع ما يحكى عن تسويات. هذا واقع يعني، بعدين حزب الله ما بيعتبر حاله مثل شارعاً واقع بس خارج اي شرعيه يعني. حزب الله مش ناطر حدا يشرعه، هو مشرع حاله، وبعدين منه حشد شعبي حزب الله، حزب الله صار جيش من الجيوش الكبيره بالمنطقه، حتى احد التقارير بيقول انه احد التقارير الامريكيه بيوصف انه هو صار عنده امكانيه قتاليه حزب الله تضاهي القوه القتاليه للعسكر تبع الناتو. بالاخر يعني بس شوفي لاي درجه استاذ جورج، بس يصير في تسويات، شو بده ينعمل بكل هذه القوه؟ وين بدها تنصرف؟ هذا موضوع ما بيقدروا يحلوه اللبنانيين، لكون واقعيين ومنطقيين، هذا موضوع بده ينحل على مستوى التسويات اللي بدها تصير الدوليه والاقليميه، هذا موضوع بيحكوه الامريكان مع الروس، بيحكوه الامريكان مع الايرانيه او الروس مع الايرانيه ضمن اطار تسويه اكبر بكثير بدها تكون من لبنان. اليوم يلي نحن شايفينه ويلي هو واقع طبعا، انه مع سقوط سايكس بيكو بعد 100 سنه، مع اعاده ترسيم النفوذ بمنطقه الشرق الاوسط واعاده رسم الحدود السياسيه بالمنطقه، عم نشوف انه ايران عم تحاول انه اكثر واكثر تمد نفوذها وتمد جسر بري من طهران الى العراق الى سوريا الى لبنان على البحر المتوسط وعلى حدود اسرائيل. طبعا بنهايه المطاف انه اما ان تقبل ايران بانه هي تفوت بتسويه معينه، او انه بده يصير في حرب، وهذه الحرب عم بيستعدوا لها الاسرائيلي وعم بيستعدوا لها حزب الله، وهذا منه شيء سري بالاخر. رايحين قريبا على مفاوضات، رايحين قريبا على حل سياسي بسوريا، صار واضح ملامح الحل السياسي بسوريا. السؤال هو ماذا بعد الحل السياسي بسوريا؟ شو راح يكون الوضع؟ حزب الله كيف راح يكون تعامل؟ ما في أجوبة لحد اليوم على هذا السؤال، لأنه بعد ما وصلنا لمرحلة تنحط فيها موضوع الجناح العسكري لحزب الله على الطاولة. ما هون بس ينحكى عن هذه القوة بالسلاح دغري، يعني بيتبادر الى الذهن انه وقتها كان السلاح الفلسطيني بلبنان باواج قوته، وقتها كان سلاح القوات اللبنانيه كمان باواج قوته، وبالنهايه صار يعني صار في تسويه معينه تم تسليم هذا السلاح. ليش اليوم الامر بده يختلف؟ ما عم نقول الامر بده يختلف، عم نقول التوقيت لم يحن بعد. التوقيت كثير مهم، يعني ما في دولة بالعالم بيكون فيها جيشين. نعم. ما في دولة بالعالم بيكون فيها قوتين عسكريتين، وحدة رسمية ووحدة شعبية، هذه ما بتصير. بمرحلة معينة ممكن يكون في عمل ميليشياوي، ممكن يكون في عمل حشد شعبي، ممكن بظروف معينة. اليوم يلي صاير انه في تسويات بدأت تتم بالمنطقة، ما صار الوقت بعد للتسويات الشاملة. موضوع حزب الله يرتبط ضمن هذه التسويات. نعم. هلأ بتكون التسوية على حساب حزب الله، بتكون لمصلحة حزب الله، هذا بحث آخر. هل ممكن تكون المؤايدة بين العسكر، بين السلاح والسياسة، مكاسب سياسية؟ يعني هون بنرجع للمؤتمر التأسيسي. يستحيل أي قوة في العالم غير القوة الشرعية الرسمية أنه هي تبقى موجودة على سلاحها، هذا شيء مستحيل. نعم. يستحيل على حزب الله انه هو يضل متمسك بهذا السلاح. مستحيل هذا. بس بتقولي لي امتى بيجي هذا الوقت؟ بيجي بعد 6 شهور، بيجي بعد 6 سنين؟ لا احد يملك الجواب. بدهم قابلينه بالسياسه؟ اكيد اكيد. كل شيء يحول اليوم معركه جنود. هو من الامر الناهي اليوم هلا بدون ما يكون في، خلينا ناخذ معركه جرود مثل بسيط، معركه صغيره بسيطه. معركه جرود خلصت المعركة وبعدهم الإرهابيين موجودين براس الجرد. ما هيك راح تشقفي الهينة وبقيت الشقفة الأصعب. عم نشوف نحن صار في ضغط باتجاه الاستثمار السياسي انه تفضلوا حكومة مع النظام السوري بكل شيء، بالعسكر اذا بدكم تحاربوا الإرهابيين حكومة مع النظام السوري، واذا بدكم بالسياسة تفضلوا بدكم كهرباء، بالاقتصاد حكومة مع النظام السوري،
بدكم زراعة صناعة إلى آخره، حكومة عن النظام السوري. يعني عم نشوف نحن بعد معركة بسيطة بسيطة عم بيصير استثمار فوري بالسياسي. عم تربط يعني بالاستثمار أكيد. هلأ بتقولي لي مين اللي الآمر الناهي بلبنان؟ ما في بلبنان آمر ناهي، في إذا بدك في مجلس، إذا بدك مجلس حاكم لبنان، يعني 4-5 قيادات بتفهم مع بعضها بما يسمونه التوافق مع بعضهم، بتوافقوا هن مع بعضهم وما بيسألوا عن حدا. حزب الله هو يملك حق الفيتو، بس يقول لا حزب الله، بيحط الإشارة الحمراء بيوقف كل شيء، يعني إذا ما بيعرف بس يعطي إشارة خضراء بيقطع كل شيء. هذا الواقع كل اليوم. مكون هيك ولا لا؟ مش كل مكون يملك حق الفيتو؟ ما حزب الله غير شيء، حزب الله قاعد وفرده على الطاولة. طيب بس لأختم الحديث بهالموضوع، بمقالة الأستاذ رفيق خوري بالأنوار يلي اعتبر أنه التجارب أكدت صعوبة التطبيق الفعلي لسياسة النائب النفس عن أحداث سوريا وعن مسائل حتى مرتبطة بإدارة الأمور اليومية بالعلاقات اللبنانية السورية، بإطار يتعلق بالجلسة بس مش بنفس الموضوع، زاوية الأسرار بالمستقبل. يقال أنه وقائع جلسة الأمس أظهر توتر ملحوظ بين التيار الوطني الحر وبين حزب القوات اللبنانية على خلفية تباين حول كيفية مقاربة ملفات تخص وزارات كل من الفريقين، تحديدا ملف طلب إرسال طفل لزرع كبد بخارج لبنان تحول لمعركة ناعمة إذا بدنا نقول بين الوزراء. هل هي مثل ما بيقولوا رمانة أم قلوب مليانة؟ لا يعني القلوب انتلت، يعني المرحلة الشهر العسل اللي شفناها بين القوات وبين هذا يعني انتهت؟ تقريبا وصلت على الآخر هلأ يلي عم يصير. وعم نشوف نحن بكل ملف من الملفات عم بيكون في اختلاف جذري وعم بيكون في مواجهة، يعني وفي كلام عم بيكون شوي قاسي. يعني إذا بتاخدي ملف الكهرباء، التيار العونيين ماشيين بالبواخر للآخر والقوات ماشيين ضد البواخر للآخر. إذا بتاخدي موضوع الكهرباء، خدي أي موضوع اللي كان، حتى موضوع إنساني يعني مثل مش بس ما هي المشكلة مش موضوع واحد. يعني مبارح مثلا وقت بيقوم أحد وزراء التيار وبيقول له لوزير الصحة إنه ما شفناك ولا نهار، جبت ملف كامل على مجلس وزراء، ما جبت ورقة، ما جبت ملف كامل على مجلس وزراء. يعني دائما في هذا الاشتباك السياسي عم نشوفه نحن بين وزراء التيار وبين وزراء القوات. يعني في كتير قضايا من الأمور حتى على الصعيد الانتخابي عم نشوف أنه كمان الأرض بيناتهم عم تتباعد. هل الخلاف خلفيته مثل ما قلت انتخابية أم حتى يمكن رئاسية؟ هي بلشت قبل إذا بدك، هي قبل بلشت الخلافات والآخر، لأنه كان الاتفاق حسب ما بيقولوا القوات أنه كان الاتفاق تهني يمشوا بترشيح العماد ميشيل عون لا رئاسة الجمهورية، انه يكونوا هن كل شيء نص بنص، انه بيقول دكتور سمير جعجع انه هيك وعدوا فخامة الرئيس عون. من بعد منا صاروا يحسوا القوات انه هذا الكلام ما كان دقيق، لانه وقت اللي اجوا شكلوا حكومة ما تشكلت نص بنص، لقيوا له مخرج انه الرئيس بيكون عنده هو وزراء له حصة غير حصة وزراء التيار. مشوا فيها القوات على اساس انه اولا ما قادرين يعملوا شيء، وثانيا على اساس انه ما على شيء، يعني هذا شيء ممكن بجوز. رجعوا فاتوا مثلا بموضوع الوزارات السيادية، انه كانوا واعدينهم بدهم يعطون حقيبة سيادية وما عادوا قدروا يعطون حقيبة سيادية. بموضوع التعيينات كانوا معتبرين القوات انه هن بده يكونوا شركاء نص بنص تعيينات ياخذون هن والتيار، لقوا حالهم انه التيار او بالاحرى هن بيتهموا الوزير جبران باسيل انه هو يعني كل التعيينات لهلو عم بيقشى. ما في مسيحيين اخرين هيك. ليه ما عم بيطلع صوتهم وقصه سلسله الرتب والرواتب؟ خلينا نحملهم لثالث قسم من الحلقه، لحظات ونعود. نعود معك استاذ سراج، بعد معنا تقريبا 9 دقائق، بموضوع
الثنائي المسيحي العونيين والقوات. ما بقى في ثنائي مسيحي مثل ما قلنا، ما بقى في 14 أدار، ما بقى في ثنائي مسيحي. لا عم بيتراجع، بس مش انتهى نهائيا. بلشوا على اساس انه في حرس منهم على اساس انه بيعملوا ثنائي ليلغوا كل القوى المسيحيه. ليش ليلغوا؟ مش ليجمعوا. شاف ايه مزبوط، ليش شافوا يلغوا؟ شافوا انه هيدي السياسه يعني بتعمل رده فعل عكسيه عليهم، ما بتعطيهم اللي هن بدهم اياه، واساسا هن اختلفوا مع بعضهم يعني. فهيدي الثنائيه خليها عجبه. بتعتقد رح يتباعدوا اكثر كل ما اقترب موعد الانتخابات؟ ايه طبيعي. قانون الانتخاب يلي صار هون اعاد الحسابات والتحالفات بين كل القوى السياسيه، يعني رح تتفاجئ انه كان في كثير قوى كانت تتحالف مع بعضها رح تكون ضد بعضها، كما وانه في قوى بالعكس رح تكون ما بقى في مصلحه من هلا. عم بيقولوا نعم. انه هن التيار والقوات رح ينزلوا بلوائح منفصله لحتى ما يعطلوا حظوظ بعضهم، لانه بمساله الصوت التفضيلي وجودهم على فرد لائحه يحول المعركه الى داخل اللائحه، من اجل ذلك سنرى عده لوائح ليوصلوا مع بعضهم. يعني مش مثل ما عم بتقول. لا ابدا، بالعكس تماما. اليوم يلي عم بصير وبالمرحله القريبه اللي جايه رح نبلش نشوف اصوات تطلع أكثر وأكثر الطالب بتعديل بعض بنود قانون الانتخاب يلي صار. مثل أي بند تحديدا؟ كل البنود الأساسية هلأ بحكي عنها، وخاصة يمكن تمهيدا لنسف القانون من الأساس، لأنه هذا القانون وقت اللي انعمل هذا انعمل تيمدده، بدهم يمددوا، بدهم سبب للتمديد تما يقولوا أنه مددنا وتقوم قيامة الناس عليهم، وهن واعدين الناس أنه ما رح يمشوا بالتمديد. فكان هيدي أداة التمديد يلي بلعتها الناس، ولكن وقت اللي عم بيجوا هالقوى السياسية عم تجي تشوف شو رح يكون حجمها، شو نتائج الانتخابات يلي رح تكون بهالقانون هذا، عم ينصدموا انه التيار رح يخسر بالقانون، التيار العوني رح يخسر بالقانون، وتيار المستقبل رح يخسر بالقانون. يعني كل القوى رح تاخذ حقها. هي القوى الاساسيه يلي حاطه القانون عم تشوف حالها انه هذا مثل انتحار سياسي. لا ليش بدها تمشي فيه؟ انتحار سياسي مش ديمقراطيه منها انه تفتح نعم. المجال امام قوى اخرى. وقت اللي نعم الاسبوع الماضي وقت الرئيس الحريري والرئيس بري نزلوا بسياره وحده من بعبده سموه حوار السياره. بحوار السياره انطرح نقطتين، وحده بموضوع السلسله، كان جرب الرئيس بري يقنعه ويرجع للرئيس الحريري انه ما تتراجع موضوع السلسله، انه خليك ماشي بموضوع السلسله والاخري. وثاني موضوع الانتخابات الفرعيه. يعني رئيس بري معه او ضده؟ لا، الرئيس بري كان عم بيقول له للرئيس الحريري، عم بيشجعه انه شوف الانتخابات الفرعيه يا اخي، بالقليله انه تخلي ضل في مصداقيه، ضل في شويه ثقه عند الناس انه مش قادرين، انه احنا مش قادرين نعمل الدولة أو الحكومة أو العهد مش قادرين يعملوا انتخابات فرعية. طيب كيف بدنا نعمل انتخابات بكرة على مستوى كل لبنان إذا نحن انتخاب فرعي بسيط يعني مش قادرين نعمله؟ يلي ما عم حتى أكثر من هيك كمان، حتى أكثر من هيك، أرسل أحد المراجع الرئاسية ببرقية إلى أحد الأجهزة الأمنية يطلب فيها إجراء دراسي حول الانتخابات الفرعية. يعني أين شو تحديداً؟ التوقع؟ أين تحديدا؟ بصير عم نكشف كثير وكذا. لا ما قلت، ما هن كلهم في وحده بكسروان وفي اثنين بطرابلس. بس أي وحده؟ أي وحده منهم؟ عرفتي؟ بكسروان؟ بكسروان ما في مشكله اساسيه، ما في مشكله بموضوع هذا، بعتبري بالشمال. بالشمال عم ينحكى انه في توافق على المقعد العلوي، في شخص متوافق عليه من قبل اهل أنا طرابلس. انا ما عم اقول والمقعد الارتدوكسي. انا بعطي معلومه انه وصل الى احد الاجهزه الامنيه برقيه تطلب فيها إجراء دراسي تقييمي للانتخابات الفرعية إذا جرت، شو الاستطلاع الرأي شو ممكن يكون، لأنه هذا الجهاز يملك من المصداقية ومن المقدرة والكفاءة أنه يقدر يعطي تقريبا أرقام يمكن الاتكال عليها، أرقام دقيقة ممكن الاتكال عليها. حتى انطلب أكثر من هيك، يعني نقطة تانية كمان شو هي؟ شو إمكانية التدخل لي يعني ترجيح كفة أو ممكن. اليوم الديار حاطة أنه يعني موضوع الفرع الانتخابات الفرعية أمام خيارين، يا تسوية لأنه عم تنطرح أسماء مرشحين توافقيين بطرابلس، بفتكر الأستاذ حبيب للمقعد الأرثوذكسي ومن ذكرى مظبوط الاسم بالنسبة للمقعد العلوي، بينما المشكلة هي بكسروان. يعني شفنا مبارح النائب السابق فريد هيكل الخازن
عم بيطالب بهالموضوع. معلوم انه البيوتات السياسية بكسروان تستعد لتخوض المعركة باسم مرشح واحد ضد مرشح التيار الوطني الحر. اليوم موضوع مش موضوع مطالبة قوى سياسية هذا البلد، او في دستور وقانون او ما في دستور وقانون. شو بيقول القانون؟ شو بيقول الدستور؟ اجراء الانتخابات الفرعية، ما هيك؟ خلال مهلة قدي؟ قبل انتهاء ولاية الوجه بست اشهر، ما هيك؟ طب ليه ما عم يعملوها؟ خلال 90 يوم ليه ما عملوها؟ وهلا ليه ما بدهم يعملوها؟ طيب خلينا نترك يعني في خرق للدستور. كله علامة استفهام. السلسلة رح تمرق ولا لا؟ لكن موضوع السلسلة موضوع شائك ومعقد، ومع الأسف عم بيتم التعاطي معه بسطحية مخيفة، يعني عم بتهدد لقمة عيش اللبنانيين. سطحية. اليوم في إشارات من فخامة رئيس الجمهورية بأنه هو يرد القانون على مجلس النواب، لأنه كان الرئيس من الأول عم بيقول أنه خلي يجي موضوع السلسلة مع الموازنة. ما فيك أنت بلد مديون ومكسور علينا 77.5 مليار دولار دين، وحجم نمو الدين وصل إلى مرتبات قياسية فوق 8% صار حسب تقرير البنك الدولي، ومتوقع خلال 5 سنين يصير الدين العام فوق 110 مليار دولار، واقتصادنا كل حجم الاقتصاد لا يتجاوز 60 مليار دولار، انه نجي نحن نزيد أعباء على المالية العامة بدون ما يكون في مكان لا نغطي. كيف بتفسر إصرار رئيس بري عليها؟ ما أنه عارف رئيس بري بدقة هالأرقام وهالمعطيات، بعدك عم بتقول أنه قارئ ومطلع. الرئيس ما هون في علامة استفهام كبيرة، وسألت أنا هذا السؤال. الجواب هو الرئيس بري بيقول أنه إجوا لعنده المصارف وطرحوا أنه هن مستعدين يمولوا السلسلة من أموالهم الخاصة لأول سنة. نعم. وبرأيه الرئيس بري أنه ممكن من خلال ضرائب على المصارف أنه تتغطى هيدي السلسلة، ولكن أنا ما بشوف أنه هذا حل، يعني حل علمي اقتصادي مالي ممكن أنه نمشي فيه. هل على الطريقة اللبنانية يعني؟ اللي رح يصير هو التالي، موضوع السلسلة هو موضوع حق. نعم. موضوع حق، ولكن بس ياخذوا السلسلة يلي رح ياخذوا السلسلة ما رح يتنعموا فيها، ما رح يستفيدوا منها، لأنه تضخم رح ياكلهم وياكلها قبل. نعم. إضافة إلى أنه بقيت شرائح المجتمع اللبناني رح يدفعوا هيدي السلسلة مرتين، أول مرة رح يمولوها بالضرائب، وتاني مرة تضخم رح ياكلهم كمان بقية معاشهم. هل نحن إذا مواجهة نحن بين الرئاستين الأولى والثانية؟ ما في مواجهة، ما عم تروح ب يعني اللواء اليوم عامل المانشيت. ما ننسى نحن إنه الوزراء وزراء التيار العوني مشوا بموضوع السلسلة. طيب إنه كان قادر رئيس الجمهورية قبل يقول لهم ما تمشوا بهذا الموضوع، كان قادرين إنه يتريسوا فيه أكثر. اليوم عم بيشوفوا فعلاً إنه في مشكلة كتير كبيرة، البطرك اليوم هز العصا. نعم. ودقني قوس الخطر انه انا المدارس مني قادر دفعهم 30% للاهالي زياده على اقتنعوا اصحاب المدارس الخاصه، وخاصه تلك التابعه للكليروس. في مشكل كبير، مش قادرين، ما في اقتناع. امبارح كانوا عند رئيس الجمهوريه، ويعني قبل جمعه الماضي طلعوا المدارس عند رئيس الجمهوريه، امبارح البطرك كان عند رئيس الجمهوريه، وقالوا له انه هذا موضوع بالنسبه للمدارس بشكل كارثي على المدارس، ما فيها تحمل المدارس. ولكن المدارس قبضت هذه الزوده مره واثنين وثلاثه من اول ما انفتح الموضوع. وهلا كمان رح يرجعوا. وين عم بيروحوا الاموال؟ ما في المعتر رقابي. المعتر المواطن اللبناني هو اللي عم يدفع الثمن، والسلسله نعم حق للناس، ولكن بطريقه الضرائب يلي فرضوها على الناس، والتضخم اللي راح يصير، والفلتان اللي عم بيصير، وغياب الاراده السياسيه بوقف الهدر والسرقه. نعم. وهذا اللي حذر منه البنك الدولي. نعم. هو يلي عم بيهدد البلد اليوم. اكبر تهديد اليوم للبلد مش الدواعش، مش الارهابيين، اكبر خطر للبلد اليوم هو غياب الاراده السياسيه بوقف الهدر والسرقة. بس اسمحي لي خلص الوقت. 10 ثواني بس. 10 ثواني. شو هالخفة هيدي اليوم؟ عم بنلعب اليوم بطولة آسيا على لاعب لبنان. نعم. ما هيك؟ امبارح في مساعدة
بدهم يعطوها لاتحاد كرة السلة مليون دولار. ما هيك؟ ما عطوهم اياها واعترضوا وزراء العونيين عليها. ما هيك؟ ما بدهم تندفع. وفخامة رئيس الجمهورية هو راعي هذا الاحتفال وقاعد. آخر كلمة بس، هل بجوز يحطوا ضرائب على اللبنانيين وعايزين القرش من غيمة وفي خوف على الاقتصاد؟ وبذات الوقت بنشوف انه 225 ألف متر مربع بمنطقة الغبيري مأجرين سنويا بلاش بألف بليرة لبنانية، بألف ليرة لبنانية. سؤال يعني يا ريت الوقت يعني أطول أستاذ جورج. ما بصير، حرام. نعم. حرام. يا ريت الوقت أطول، لأنه فعلا مواضيع يمكن السلسلة كان لازم ينعطى حيز أكبر. مرت الجاي بدي أشكرك، شكرا جزيلا جورج سولاج رئيس تحرير جريدة الجمهورية على هذه الحلقة. شكرا للمشاهدين على المتابعة، وإلى اللقاء.